عز التل في قلعة المضيق، أسفر عنه تدمير صغير وفي بند الخطاب. نعم نعم، وفي بند الخطاب إطلاق نار كثيف من حاجز خطاب الغربي باتجاه البلدة، وحالة خوف بين الأهالي. وفي كفر الطود تقوم الشبيحة بإجبار الأهالي على مغادرة منازلهم بالإكراه تحت تهديد السلاح، كما تعرضت مدينة كفر زيتا لقصف من الحواجز الموجودة في مدينة محردة وسقوط عدة قذائف على المدينة، ولم يردنا أخبار عن وقوع أضرار هناك. وفي الريف الشرقي تم إنشاء حاجز بين قرية سوحة، نعم نعم سيد أدهم، نعم عفوا. وفي الريف الشرقي إنشاء حاجز بين قرية سوحة وقرية رسم العوابد، وقامت الجرافات بقطع الطريق وإقامة متاريس ترابية متعددة، كما منع الجيش الأسدي عدد كبير من عائلات قرية سوحة من النزوح من قريتهم تحت تهديد السلاح وهدد بحرق منازلهم، والآن إطلاق نار كثيف على القرية وحالة ذعر بين الأهالي. أما في مدينة حماة قامت عصابات الأسد بتطويق حي طريق حلب بالكامل وامتناع الطلاب من الذهاب إلى المدارس نظرا لتوتر الوضع الأمني في الحي، كما سمع الدوي أكثر من 3 انفجارات منذ الصباح وأطلاق نار عشوائي في كل من مبنى السكن الشبابي وحاجز الأعلاف ومبنى الدفاع المدني. وفي حي البعيد تم مداهنة الحي ومنع خروج الأهالي من منازلهم واعتقال الكثير من الشباب وسرقة المنازل وإهانة الناس. وفي حي الكرامة انفجار عبوة ناسفة عند دوار كازو وانتشار للأمن في المنطقة في منطقة الانفجار وفي منطقة حاجز الجماري المحيط بحي الكرامة، اقتحام الحي من قبل القوات الأمن وقيامهم بحملة اعتقال ما يزيد عن 20 شاب، كما شهدت أرتال عسكرية متجهة باتجاه دوار البحرة، وشهد حي التعاونية إطلاق نار متقطع من مدرسة الإعداد الحزبي. وهناك ايضا انتشار امني كثيف في حي الجلاء بالقرب من مخبز ابو النواس. نعم هذا بالنسبه للوضع الميداني. نعم. اما بالنسبه للوضع الانساني، الحاله الانسانيه سيئه جدا. الافراد نعم. لا تعمل سوى يومين او 3 ايام في الاسبوع. ماده المازوت مقطوعه بالكامل، الكهرباء لا نراها سوى عده ساعات في النهار. الوضع الانساني سيء جدا جدا، وخاصه مع حلول فصل الشتاء. المواد الغذائيه مفقوده بشكل شبه تام. هذه مجمل. نعم كل الشكر لك سيد أدهم رعدون عضو شبكة شام، حدثتنا من حماة وزودتنا بآخر الأخبار والتفاصيل الميدانية في مدينة حماة، وواضح أن يعني حماة هي شريكة لباقي محافظات سوريا من حيث العمليات العسكرية ومحاولة تحرير هذه المحافظة من قبضة العصابات الأسدية. والظروف الإنسانية الصعبة ربما هو العامل الأكثر اشتراكا بين المحافظات السورية، ظروف اقتصادية صعبة جدا يواجهها الشعب السوري حاليا جراء حصار خانق يفرض النظام عليهم وجراء عمليات عسكرية وحربية لمحاولة تحرير الأرض من هذه الطغمة الفاسدة. ويعني هذه الأوضاع السائدة ربما في مختلف أنحاء الوطن السوري أوجزناها بتقرير أعده لنا الزميل محمود العبدالله وهو مراسلنا في الداخل السوري، سنطلعكم على هذا التقرير والذي يبين صعوبة الأوضاع الاقتصادية في مختلف أنحاء والمحافظات والمدن السورية، لنتابع هذا التقرير. نعم إذن يعني إلى حين أن يجهز هذا التقرير الذي يعني يصور الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن السوري جراء الأوضاع السائدة وهذه يعني المعارك الدائرة دائما وبشكل يومي وبشكل مستمر بالإضافة للحصار الخانق الذي يفرضه النظام السوري على السكان والمواطنين السوريين، سنحاول أن إذن نقدم لكم حتى يكون أيضا المشاهد على معرفة وعلى اطلاع بالوضع المواطن السوري في